يا حلو صباح يا حلو طول يا حلو صباح نهارنا فل. يوم جديد من ناروشا. يا رب ما حد عربية تخبطنا ولا حاجة. من جنوب افريقيا كده وانت طالع الناس بتسوق يمين. احنا من ساعة ما جينا واحنا ما عندناش ثقة خالص في موضوع العربيات ده، يعني لازم نبص يمين وشمال في كل مرة يعني ما بتظبطش. هنروح بقى نحاول كده نعمل شوية هايكنج ونشوف يعني الطبيعة هنا حلوة يعني. الدنيا هنا بقى عشان المدينة دي مرتفعة شوية عن سطح الأرض، لا الدنيا برد قوي يعني هنا، مش قوي قوي يعني، الدنيا برد الصبح وبالليل يعني، فبنعوضها بلبس جاكيت كده وبتاع. هنا عندهم راني منتج السعودية يعني، حتى جاي من السعودية يعني، حاجة حلوة كده تحس حنين للوطن كده لما بتشوف منتج من المنتجات دي. عندهم فيمتو كمان يعني، حاجات كتير جاية من عندنا يا جماعة، الكلام ده مشفناهوش في أي دولة تانية. لما عملنا جوجل كده وسألنا كده يعني ايه اللي يتعمل هنا، قال لك ايه بقى، في شلالات موجودة هنا عند ماونت، يعني جبل من اكبر الجبال برضو اللي موجودة في تنزانيا اسمه ماونت ميرو. قلنا بقى نمشي هناك، طريق شكله كده صعب ومكلكع وهنتظبط. Watch a break after two. يعني احنا كنا ماشيين كويس جوه المدينة، يا دوبك طلع مزلقان، اول مزلقان يقابلنا، اول مرتفع يقابلنا وقفنا نشرب ميه. انا بقول كفايه يعني، في فيو حلو هنا كده يعني نتفرج عليه حلو. انا نطلع فوق وبتاع ونشوف شلالات، احنا نتفرج على المدينه جميله والله الله العظيم. الحمير ديت ماشيين لوحدهم كده، مش عارفين لهم راعي ولا ملهمش. احنا اصلا خلينا عن فكرة شلالات، لما هنا المناظر حلوه قوي كده قلنا ليه ما نطلعش على القمه من قمم الهضاب اللي موجوده هنا دي. احنا في طريقنا دلوقتي، غريب قربنا نوصل يعني، بس الظاهر ان هي يعني تستحق ان احنا سيبنا الشلالات عشان oh no. Don't record the pandora. Not that much pandora. Thank you very much pandora. وصلنا لأعلى نقطة في التبة ديت جنب برج إرسال واحدة من شركات الاتصالات اللي موجودة هنا. اوكي ويلكم هالتل. الحاج ده شغال هنا في برج الإرسال ده، أعلى نقطة في المدينة، شغال إيه مش عارف. خطري زي خطر عندنا كده، خطر دينجر. اوكي ويلكم ويلكم انسايد. خطاري خطاري. نو 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 خطاري. ولا ترى نو خطاري. يو هاف اوفيس انسايد اوفيسي از نو. لو شافش شبكات الارسال من جوه ده شكلها يا جماعه. احنا الشبكات بتاعت اروشا كلها يعني، تسحب الكابل يا معلم تلاقي اروشا كلها فصلت اتصالات. ما تتخيلوا ده بق انفد من الانواع ديت اللي هم بيطلعوا الانفه، مش الانفه الصغيره بقى، الانفه الكبيره زي دي كده. ده الاسنان بتاعته يعني، عنده اسنان ولا الانسان. مش عارف ايه اللي حاططها هنا يعني جوه هالوتيل دي بقى ايه، محركات الاشعه الكهرباء لما تقطع تجيب كهرباء. معلم منك للشبكه على طول. الحاج ده بقى عامل هنا يعني ايه حقل له، حتى زرع قصب ذره موز يعني كل حاجه. ثانك يو. What is your name? My name is Mr. Simon. Simon. Yeah.
Thank you, Mr. Simon. Okay. Oh, good. Welcome, Tanzania. Thank you so much. Welcome, Kyoto. Kyoto. Yeah, welcome, Kyoto. Kyoto to yeah. And welcome, Hall Hotel. Welcome, Hall Hotel. ما بيقفلوا كده عشان محدش يخش للبرج اللي احنا دخلناه يعني اللي احنا يعني شفنا كل اعضائه الداخلية. ننزل بقى تحت شوية كده نشوف لنا نقطة فيو حلوة عشان هنا الدنيا كلها كده شجر وبتاع. تحت شوية كده في نقطة فيو حلوة كده عشان نقعد نستمتع بالمنظر الخرافي ده. خرافي يا جماعة والله العظيم. يعني لسه اخرها تشير صور لسويسرا وبتاع. نعم بصوا هنا يا جماعة تنزانيا. تنزانيا اجمل وربنا. ناخد هنا مش قادر بقى بعد الطلعة دي. مش متعود انا على الهايكس يعني مهما الواحد بيمشي برضو شال شنطة وبتاع كل ما تطلع فوق كل ما الموضوع بيبقى صعب. ناخد لنا بقى ايه بريك كده واستراحة شوية استمتع بالجو. الجبل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه ده جبل ميرو اللي انا قلت لكم عليه. ده يعتبر خامس اعلى قمه في افريقيا كلها. يعني الحمد لله بدا يبان شويه اهو هنشوفه قبل ما ننزل بعد ما كنا قاعدين مستنين كل ده عشان هو يبان لنا شويه بس هو بدا يبان اهو. ده خامس اعلى قمه في افريقيا. لو في ناس بتطلع هنا برضه عشان تعمل هايكنج وبتاع بس على فكره قبل ما تطلع هنا لازم تفكر في حاجه واحده بس ان الجبل ده في ناشونال بارك يعني بيبقى فيه اسود ونمور وكل انواع الحيوانات ويعني حاجات جميله جدا يعني. لازم تبقى معاك جايد ويكون معاه سلاح وبتاع عشان تعرف توصل للقمه. شوفوا يا جماعه علينا ايه ده توت بري موجود في الجبل هنا شفناه. جماعة أول ما شافوه جبناهم نسألهم بدأوا يأكلوا على طول. We have those as well. طعمهم حلو جدا يعني. نجمع لنا دول. في أحلى كده من الحياة يا جماعة. اول حاجه تلاحظها فاروشه كثره الاماكن بتاع الملابس خاصه الملابس اللي هي المستعمله ديت من اكثر الاماكن بقى اللي احنا كنا مشدودين ليها عشان انا اصلا يعني ايه هو مجرد ممر مفيش محلات ولا حاجه حاجه كلها متعلقه على الشجر. تحس كده ان انت في ايه في غابه ملابس على راي دومينيك.